تست نجرب الصوت نجرب الصوت إن شاء الله بنبدأ البث في 5 دقايق نتري نشوف الشباب يدخلون وعقبها ننطلق. الشباب اللي موجود بس اكتبوا لي على الشات عشان أعرف اللي موجود ونشوف كيف نقدر نخليكم تشاركون ويانا في البث. ان شاء الله بيكون البث اليوم خفيف، التركيز بيكون حق المبتدئين او اللي حين توهم ناويين يبدون هواية الفلك، فبنتكلم بشكل عام عن المعدات الفلكية وآلية شرائها، ان الواحد كيف يقدر يشتري المعدات، شو المعدات اللي يحتاجها، وبنشوف اذا نقدر نرتب المعدات بشكل يعني بسعر مقبول حق الجميع، لان علم الفلك معداته ممكن تكون غالية، يعني ممكن توصل 50 70 80 ألف دولار وانت طالع. فبنشوف اذا نقدر نرتب طريقة ان ناخذ معدات تفيدنا وفي نفس الوقت ما تكون غالية.
إن شاء الله حين بنبدأ، وما وصيكم سجلوا في موقع تويتش، تابعوا القناة يوصلكم التحديث أول بأول، متى أدخل القناة، متى في بث، تقدرون تشاركون بالشات بعد، يعني بيكون مفيد حقكم أنتم بعد أنكم تسجلون. فبداية نتكلم عن التلسكوب وتاريخه، التلسكوب كيف بدأ وشو كانت الأدوات اللي موجودة في هذاك الوقت، وبشكل عام التلسكوب هو أداة بصرية تصممت عشان تشوفون الأشياء البعيدة وتبدو قريبة، يعني أي شيء بعيد تقدر تشوفه بحجم أكبر وكأنه يكون قريب منك أو قريب للعين المجردة، وتحتوي على عدسات أو مرايات أو حتى عدسات منحنية عشان الشكل يطلع أوضح. والطريقة اللي يشتغل فيها إن التلسكوب يجمع أشعة الضوء ويركزها في منطقة محصورة، منطقة معينة. وبدايات التلسكوب كانت في تاريخ 1608، وتم تصميم أول تلسكوب عن طريق هانز لبرشي، وهو أصلا كان مصمم أو صانع نظارات، فكانت الفكرة إنه هو يصنع نظارات حق العين ومن خلالها سوى تلسكوب بنفس المحتويات اللي عنده. وفي 1609 جاليليو جاليلي طور التلسكوب، وكانت أول مرة يتم استخدام التلسكوب لعلم الفلك. واستمر هالتلسكوب اللي صممه جاليليو أو حتى هانز لبرتشي لفترة طويلة، تقريبا 60 سنة، لين ما في 1668 يان نيوتن وصمم أول تلسكوب عاكس. طبعا بنتكلم عن التلسكوب العاكس وباقي التلسكوبات بعد شوي، بس هو كان أول من صمم تلسكوب عاكس، والطريقة اللي يستخدمها إنه مرآة تعكس الضوء ويقدر يشوفها من خلال عدسة معينة. طبعا مثل ما ذكرت ان في انواع للتلسكوبات، فالواحد كيف يقدر يعرف التلسكوب اللي يحتاجه او التلسكوب اللي يود انه يشتري. انواع التلسكوبات تنقسم لثلاث انواع معينة، او هي الرئيسية اللي هو العاكس او ما يسمى بالانجليزي ريفلكتر، الكاسر وبعد يتسمى بالانجليزي ريفراكتر، والشمت كاسجرين. فكرة العاكس تستخدم مرآة في نهاية الاسطوانة، وهي تكون مرآة منحنية تعكس الضوء وتشكل صورة لك. الكاسر تلسكوب يستخدم بعدسات مش مرايات، عدسات وتكون وتشكل صورة معينة. الشمت كاسجرين يعتبر تلسكوب حديث، وهو تلسكوب يجمع بين العاكس والمرايات ولوحة مصحح لصنع أداة فلكية مدمجة تستخدم أسطح كروية بسيطة، وهذا بيكون في الشرح اللي في الصورة تحت. فبتشوفون الأولاني اللي هو الرفراكتر أو العاكس أو الكاسر عفوا، طريقة إن الضوء يدخل عن طريق العدسة اللي هني ويتمركز على الآي بيس، فهو يدخل مباشرة عن طريق العدسات ويوصل للآي بيس. الرفركر أو العاكس، الضوء يدخل من هني من الجهة اللي على اليمين، يوصل للمرآة المنحنية هاي، ويتم انعكاسه على مرآة ثانية توصلك للآي بيس. هاي فكرة العاكس. الشمت كاسجرين، الضوء يدخل هني، يوصل لمرحلة معينة، ينعكس على المرايا اللي هني، وبعدها يرجع ينعكس ويتمحور في الاي بيس. فالفوكل لينكث للشمث كاسجرين يكون ابعد واطول عن العاكس والكاسر، وهذا غالبا يتم استخدامه بشكل مميز حق الكواكب،
يعني الواحد لما يفكر انه يبغى يستخدم تلسكوب حق الكواكب، الشمت كاسا جرين يكون ممتاز جدا. طيب هنا الواحد يفكر شو الهدف اني انا استخدم تلسكوب، او شو الغرض اني انا اشتري تلسكوب وادخل في الهواية هاي. تقريبا في ثلاث اشياء معينة او ثلاث اهداف معينة الواحد يستخدم فيها التلسكوب. الاولى عبارة عن الرصد، الثانية تصوير القمر والكواكب، والثالثة تصوير الاجرام السماوية. الفكرة هي ان ممكن انت كهاوي فلك تحب ترصد الاشياء، ما مش مركز على التصوير بقد ما انك تبغى تشوفها بعينك المجردة، فتحتاج تلسكوب عشان تشوف. ممكن ان انت تحب التصوير لكن تبغى تصور كواكب او القمر، وغالبا عندنا هنا في دول الخليج بشكل عام القمر هو يكون اكثر الاشياء اللي العالم تحب تصورها. مثل ما تعرفون قبل كم يوم كان البدر والبدر العملاق، وما شاء الله يعني اذا تدخل على انستغرام ولا تويتر كمية الصور كانت كبيرة جدا، فالكثير كان يستخدم اما التلفون، كاميرا عادية، تلسكوب والى اخره. لكن القمر اكثر الناس يحبون تصوير القمر، وممكن من خلال التلسكوب نفسه تصور الكواكب، عندك المشتري، الزهرة، عطارد والى اخره من الكواكب اللي تقدر تصورها. طبعا غالبا بتحصلون الناس اكثر المصورين اللي يستخدمون التلسكوبات يصورون اما المشتري او زحل. وسبق اني انا جربت وصورت، وشغله جميله جدا. الحلو في تصوير الكواكب ولا القمر انك تقدر تصورها من اي مكان، التلوث الضوئي ما ياثر بشكل كبير على الكواكب والقمر. وبعدين عندك تصوير الأجرام السماوية مثل السدم والمجرات وإلى آخره. طبعا السدم والمجرات تكون يكون في آلية معينة حق تصويرها، السبب اني شرحتها انا في البث اللي قبلي، وتكلمنا عن شو الأشياء اللي لازم الواحد يركز فيها، وكيف ان التلوث الضوئي ممكن يأثر بشكل كبير على التصوير. فغالبا تصوير الأجرام السماوية يحتاج معدات أكثر، ويحتاج السماء تكون خالية من التلوث الضوئي وداكنة. طيب احيانا نفكر شو الاجهزة اللي الواحد يبوي او اللي لازم تفكر فيها وقت ما تشتري العدة الفلكية. طبعا اول شيء لازم يكون عندك اسطوانة تلسكوب اللي هي واحدة من الثلاثة اللي تكلمنا عنها، اما تكون عاكس، كاسر، او شمت كاسا جرين، وطبعا في اكثر لكن هذه الثري ميجر تلسكوبس اللي الواحد يفكر فيهم. بعدين انت تحتاج الحامل اللي هو الجهاز او المحرك اللي تحط الاسطوانة عليه، اما يكون استوائي او ثابت. الاستوائي بالانجليزي هو الاكواتوريال ماونت، والثابت هو الالت ازمث ماونت، وطبعا الاثنين ممتازين لاغراض معينة. إذا أنت تفكر في الرصد أو تصوير الكواكب والقمر، الثابت أو الألت أزمث ممتاز جدا. إذا كنت ناوي تصور الأجرام السماوية مثل السدم والمجرات لازم يكون عندك استوائي. الفكرة هي أن الألت أزمث يتحرك على مدارين، الاستوائي يتحرك مثل تحرك الأرض، فما يطلع عندك الستار تريل أو التتبع يكون مضبوط أكثر. الحامل الثابت انت تقدر تصور فيه الاجرام لكن محدود ب 20 الى 30 ثانية، اما الاستوائي تقدر تاخذ 5 دقائق 10 دقائق، وهذا الشيء انا شرحته في البث القبلي، يعني تقدرون من خلال القناة هني او من خلال قناة يوتيوب تشوفون الشرح. العدسات مهمة حق اللي يبغى يرصد. اذا انت فقط ناوي تركز على رصد الكواكب والقمر والاجرام عليك بالعدسات. فالثلاث اشياء الاولانيه هي اللي تهمك انت، اللي هي الاسطوانه، الحامل، والعدسات. طبعا العدسات تختلف بالاحجام، ممكن تاخذ ال 8 ملي، ال 12 ملي، 20 ملي، و30 ملي.
اللي هي الاي بيس اللي تحطها في التلسكوب وتشوف بعينك المجرده. طبعا في ناس ممكن يضيفون شغله اسمها البارلو، انا ما ذكرتها هني، لكن الواحد ممكن بعد ياخذ البارلو اللي هي تعطيك ماجنيفيكيشن او تكبير اضافي. وراح نمر على آلية شرائها بعد في عقب ما نخلص الشرح. عندك الكاميرا الفلكية اللي مخصصة للكواكب، وفكرتها أنها تكون كاميرا تصور أما الكواكب أو القمر، تعطيك ماجنيفيكيشن عالي، الزوم فيها وايد عالي، لكن مخصصة فقط للكواكب والقمر، وهاي بعد بنتكلم عنها. فإذا أنت حاب تبدأ هواية الفلك عشان الكواكب والقمر، عندك الأسطوانة، حامل التلسكوب، والكاميرا الفلكية. هذه الأشياء الثلاثة اللي هي تهمك أنت. في حال أنك أنت كنت تبغي تصور الأجرام السماوية مثل السدم والمجرات بعد، تقدر تنتقل إلى كاميرا فلكية مخصصة حق هالشيء، أو كاميرا الدي اس ال ار العادية. بدايات الهواة بشكل عام تكون انه يشتري تلسكوب ويستخدم كاميرا دي اس ال ار، وهذا ممكن جدا. يعني في اجرام معينة بالامكان تصويرها بالدي اس ال ار بشكل ممتاز جدا، منها مجرة الاندروميدا، مجرتي البود والسيجار، سديم النسر، سديم البحيرة، سديم الدمبل، هالاشياء، او سديم الجبار بعد بشكل واضح تقدر تصورها بكاميرا دي اس ال ار وما تحتاج الكاميرا الفلكيه. الكاميرا الفلكيه تختص بشكل اكثر حق الاشياء اللي تكون رؤيتها اضعف، وهذا بعد شيء انا شرحته في البث القبلي. في حال انك انت ناوي تدخل الهوايه عشان تصوير السدم والمجرات، تحتاج ايضا الى كاميرا وتلسكوب تتبع. وفكرتها انها الكاميرا والتلسكوب تتبع تنحط مع التلسكوب الاساسي، تركز على نجمة معينة، تثبتها في الكاميرا، واي تحرك او اي مس موفمنت الكاميرا هاي تعطي اشارة حق الكمبيوتر عشان يصلح مدار الحامل الاستوائي اللي عندك. وكان في شرح بعد على البث القبلي، وان شاء الله بعد في الايام الجاية ممكن يكون في بث فقط عن كيفية استخدام الكاميرا والتلسكوب التتبع. وغالبا التلسكوب التتبع خالد حياك الله ومشكور على الفولو، مرحبا بك في البث. فمثل ما كنا نقول ان احنا قاعدين نشرح الاجهزه المطلوبه حق الواحد لما يبدا يصور، وان شاء الله يعني ممكن يكون بعد في حلقه حق الكاميرا والتلسكوب التتبع. وغالبا تلسكوب التتبع يكون صغير، يعني 50 ملي 60 ملي بشكل يعني بحد اقصى 60 ملي، لان فكرتها تاخذ مساحه كبيره وتاخذ نجمة معينة تخلي الكمبيوتر او الحامل الاستوائي يتبع هاي النجمة. فبشكل عام هاي هي اساسات الاجهزة اللي انت تحتاجها. وفي يعني ختام الشرح، هواية الفلك ممكن تكون مكلفة بشكل كبير، لكن هذا ما يمنع ان الواحد يدخل في علم الفلك بميزانية محدودة او ميزانية معينة ما تأثر عليه بشكل كبير. ومن أكثر المواقع شهرة هي OPT Corp، First Light Optics، وTelescope Express. شخصيا أنا ما جربت الموقع الأول، لكن الريفيوز في الموقع الأول ممتاز جدا. يعني OPT Corp هم أكبر موقع أجهزة فلك، وشغلهم مضمون وعندهم كافة الأنواع. يعني صعب انك تحصل جهاز فلكي مش موجود عندهم. اما الموقع الاخير اللي انا حاطنه اللي هو Astronomical Solution. Astronomical Solution شركة خليجية تابعة للمبدع حلمي الكندي من عمان، وما شاء الله يعني بني ادم جدا راقي وممتاز في التعامل. انا تعاملت معاه بشكل شخصي بشكل كبير في عدة أجهزة اشتريتها من عنده. الحلو في Astronomical Solutions انهم الوكيل الحصري حق وايد شركات عالمية في أجهزة الفلك، وموجودين بالقرب من دول الخليج. يعني اذا انت في الكويت او في السعودية او في الامارات، Astronomical Solutions قراب منك، فتطلب الشغلة ممكن تصلك خلال 3-4 ايام.
إذا عندك مشكلة حلمي والشباب هناك ما يقصرون، موجودين على واتساب وعلى الموقع بشكل متواصل بشكل 24 ساعة. إنك تشحن لهم الجهاز إذا في مشكلة أمر بسيط جدا. عيب المواقع الثانية الأوروبية إن شحن الأجهزة ممكن يكون مكلف بشكل كبير، يعني تتكلم عن 500 إلى 1000 دولار، فمو بمبلغ بسيط ان الواحد يدفعه عشان يرجع لهم الاجهزه. بينما اذا تستخدم مثلا، اذا تتعامل مع استرونوميكال سوليوشنز في عمان، فالشحن ما يطلع بالتكلفه العاليه مثل ما انت تستخدم المواقع الثانيه. هاي نبذه بسيطه عن المواقع، عن الاجهزه اللي الواحد يحتاجها. وحين اللي بسويه اني انا بسكر الباوربوينت وبندخل على موقع او بي تي كورب، ومن خلاله بنشوف كيف نقدر نختار الأجهزة بناء على الرصد، تصوير القمر والكواكب، وتصوير الأجرام السماوية. فمثل ما انتم شايفين الحين بيطلع عندكم الموقع، هذا موقع او بي تي كورب. بتحصلون حاليا عندهم بعد تخفيضات في الاسعار، وعندكم هذا موقع فيرست لايت اوبتكس. او بي تي كورب مكتبهم في امريكا، فيرست لايت اوبتكس موجودين في بريطانيا. عندكم تلسكوب اكسبرس، شركة ألمانية، فموجودين في ألمانيا. شخصيا أنا تعاملت مع تلسكوب اكسبرس وفيرست لايت اوبتكس، ممتازين جدا. تلسكوب اكسبرس اللي يعجبني فيهم انك اذا تطلب خلال 3 4 ايام بالكثير اجهزتك تكون واصلة. وعندك بعد الموقع الاخير اللي هو استرونوميكال سوليوشنز اللي في عمان، وراعي حلمي الكندي. فاللي بنسويه انه بنستخدم هاي جاندرليون، هاو ار يو، هاوز ات جوينج ميت. اللي بنسويه حاليا انه بنطالع الأجهزة عن طريق موقع او بي تي كورب. فمثل ما انتم شايفين هذا موقع Astronomical Solutions، عندهم أجهزة مختلفة تقدرون تاخذون منها. Astronomical Solutions يسوون دورات وشرح الأجهزة الفلكية والبرامج الفلكية وإلى آخره. مثل ما ذكرت موقعهم بسيط وحلو، عندهم الشوب تقدر تستخدمه حق الأشياء، ممكن تشوف النيوز وإلى آخره. لكن خلونا الحين نبدأ ونشوف او بي تي كورب. نفترض ان حاليا انت الهدف فقط الرصد، انت مو بناوي تسوي شيء، يعني مش ناوي تصور ولا تدخل بالعدة الغالية، وبس حاب انك تبدأ تستخدم تلسكوب، تشوف القمر، تشوف الكواكب والى اخره. فبكل بساطة تقدر تهني على التلسكوب وتختار من التلسكوبات اللي موجودة. فمثل ما ذكرت حق الكواكب والقمر، الشميت كاسجرين هو المفضل. فبنشوف الشمت كاس جرينز، وهذا حاطين لكم، الصفحة اختفت بس كانوا حاطين شرح عن آلية الشمت كاس جرين. أكثر شركتين معروفات في هالمجال هم سيلسترون وميد. غالبا بتحصلون بشكل كبير سيلسترون موجودين في دول الخليج، والسبب إن معداتهم مو بغالية وفي نفس الوقت معداتهم ممتازة جدا. فبتشوفون عندكم مثلا السلسترون 8 انش، الميد 8 انش،
سيلسترون 6 انش 4 انش، وكل ما نزلت اكثر كل ما بتشوف تلسكوبات اكثر. يعني عندك مثلا السيلسترون 9 انش، هاي فقط اسطوانه ما فيها شيء، يعني بدون محرك. بينما مثلا الاولاني اللي شفناه 8 انش وال 6 انش 4 انش وحتى الميد، هذيل يكونون محرك ثابت اللي هو الالت ازمث بالاضافه الى الاسطوانه. وميزه التلسكوبات هاي ان تأتي مع محرك. هاي الشغله انا ما تكلمت فيها، لكن اذا تناوي تاخذ تلسكوب، المحرك او القاعده الاستوائيه والالت ازمث تيك نوعين، اما تحريكها يدوي فانت لازم تعرف وين الجرم وتروح تشوف الجرم، او انك تاخذها بمحرك يكون في القاعده. فمجرد تسوي الستار الاينمنت او كبسه زر يحولك على الجرم المعين اللي انت تبغى تشوفه، او القمر او الكوكب. فبتشوفون مثلا هذا السيلسترون 8 انش على حامل استوائي، عندكم هني السيلسترون 11 انش على حامل ثابت اللي هو الالت ازمث، وعدة تلسكوبات. لكن احيانا نحن قاعدين نفكر ان كيف ندخل الهواية وما ندفع مبلغ كبير. اللي نقدر نسويه ان تغير السورتينج من موست بوبيلر، يعطيك اكثر تلسكوبات اللي الناس تدخل وتشتريها او الناس تدخل وتطالعها. فنقدر نغير هذا، نخليه برايس لو تو هاي، فيكون السورتينج حق الموقع يراويك التلسكوبات من ارخص تلسكوبات الى اغلى التلسكوبات. نشوف احنا يطلع. اوكي. تبي تشوفون عندكم السكاي ووتشر 4 انش، هذول مجرد اسطوانات انا ما بطلعهم. بنشوف البندل باكج اللي يجيك حامل مع الاسطوانه. فعندكم مثلا هذا ال 4 انش جدا ممتاز، انا شخصيا كان اول تلسكوب استخدمه هو هذا ال 4 انش. نفترض ان الحين بنطالع هذا، اللي بنسويه ان بندخل على هذا، فبتشوفون هذا الأربعة انش، والجميل فيه انه بعد حجمه بسيط، حجمه صغير، يعني مش الحجم الكبير اللي صعب الواحد يستخدمه او يشله ويحطه والى اخره. فبتشوفون هاي اساسياته، عندكم observe impressive views of the moon planets along with deep sky objects fully automated go to mount with database of 40,000 plus celestial objects. الفكره انه ممتاز حق القمر والكواكب، بالاضافه الى ان المحرك، لان المحرك الكتروني موجود فيه تقريبا 40,000 جرم سماوي. فمجرد ما انت تسوي الستار الاينمنت عندك 40,000 جرم، تقدر تخلي التلسكوب يتوجه اليه بشكل اوتوماتيكي. مثل ما قلت هذا 4 انش اللي هو 102 ملم كاسا جرين تلسكوب، الفوكل لينث 1325، وعندكم الاف ريشو اف 13. طبعا الفرق بين الشمت كاسا جرين مثل ما ذكرت والرفلكتر والرفراكتر اللي هم العاكس والكاسر، يفرق كثير الفوكل ريشو اللي هو البعد البؤري على حجم المرأة. فهذا اف 13 انت كل ما كنت تبغى تشوف الكواكب كل ما كان الاف ريشو لازم يكون اعلى. يعني اما حق السدم والمجرات تحتاج الاف ريشو يكون قليل جدا. اي مايك، واتس جوينج اون؟ وات ام دوينج از ام جاست جيفينج ا سمول انتدكتوري كورس اون How you
An amateur astronomer, once he gets into this hobby, can actually purchase his own telescope and start the hobby. The reason it's in Arabic is it's focused mainly for the people in the GCC, but I'm sure you can grasp most of the words they use. فبتشوفون حق السدم والمجرات انت تحتاج F3 F4 عشان كل ما كان تلسكوب اسرع كل ما كان احسن حق السدم والمجرات، اما حق الكواكب فكل ما كان الاف ريشو اعلى كل ما كان افضل ويعطيك زوم اعلى. فهذا هو الاربعة انش وسعره $500. طبعا في الموقع حاطين لكم بعد عن الاشياء اللي الاضافيه اللي الواحد ممكن يشتريها مع التلسكوب. فنشوف الصفحه خلت تسوي لها لود. اوكي فبتشوفون هني حاطين لكم شنطة فيها الكيس اللي تقدر تحط فيها معداتك، نوع من أنواع العدسات اللي تستخدمها هاي 12 ملي، نوع ثاني من العدسات تقدر تستخدمها 5 ملي. طبعا كل ما كان العدسة أصغر كل ما كان الزوم فيها أكبر بشكل كبير. ما أنصح بالخمسة ملي الصراحة، جدا صغيرة حق العين وصعب أنك تشوف فيها أي شيء. وعندك السيلسترون أبزرفرز أكسسوري كيت، هاي تكون شنطة فيها كذا عدسة تقدر تستخدمها. والشيء الحلو اللي تقدر تزيده اللي هو السيلسترون يونيفرسال سمارت فون أدابتر. فكرة الأدابتر أن تحط الأدابتر على العدسة وتصور من خلالها بتليفونك. يا مرحبا سلطان، حياك الله. فمثل ما ذكرت اليونيفرسال سمارت فون ادابتر جدا جدا جميل، انه حق الواحد اللي توه بادي وما يبغى يصرف بشكل كبير، او مثلا يبغى يصور اشياء معينه مثل القمر والكواكب بس ما يبغى يصرف على الكاميرات الفلكيه، يقدر ياخذ هذا يحط التليفون سواء كان ايفون سامسونج هواوي، يحطه على العدسه ويصور من خلالها. فهي اشياء يعني ضروريه حق اللي يبغى يتعمق بالتلسكوب هذا. فمثل ما انتم شايفين سعره $500، و $500 يعني يطلع حوالي 1800 ريال او 1800 درهم اذا بحسبها على السريع. ايه 1850 درهم، زيد عليها تقريبا 200 او 300 درهم الشحن او 200 300 ريال حق الشحن، فيطلع حول ال 2000 درهم او 2000 ريال. طبعا هذا التلسكوب هذا جدا ممتاز حق اللي توه بادي في الهواية هاي وحاب انه يشوف الكواكب والقمر فقط بشكل نظري او الرصد. وبعد ممكن يستخدمه، يعني انا استخدمته هذا مع كاميرا دي اس ال ار، قدرت اصور القمر بشكل جميل جدا. طبعا عشان تستخدم الدي اس ال ار تحتاج كذا ادابتر بس ما بنتطرق فيهم بشكل كبير، لان الادابتر يعني بسهولة تقدر تحصله وسعره مش مكلف. يعني نحن نتكلم عن بالكثير بالكثير 200 ريال او 150 ريال. فالواحد ممكن اللي تقدر تسويه انه بدال اليونيفرسال سمارت فون ادابتر تاخذ الادابتر حق كاميرات الدي اس ال ار اذا عندك وحده وامورك طيبه. فمثل ما ذكرت هذا جدا ممتاز حق الرصد. نفترض انك انت ناوي تاخذ التلسكوب حق الرصد بالاضافة الى تصوير القمر والكواكب. التلسكوب الاولاني اللي تكلمنا فيه ممتاز حق الرصد لكن بيعطيك الكواكب بشكل صغير لانه 4 انش. لكن اللي الواحد يقدر يسويه انه ياخذ تلسكوب اكبر ويساعده انه يطلع الكواكب بشكل اجمل. فهاي كلها تلسكوبات، عندكم الستة انش، هذا الثمانية انش ممتاز جدا.
لكن هذا مجرد اسطوانة ما بدون حامل. عندكم الميد 6 انش، لكن اللي انا اراويكم اياه هو هذا النكستار 8 SE. طبعا النكستار 8 SE اللي هو 8 انش يجيب نوعين، حامل النكستار اللي هو حامل من جهة واحدة، وعندكم بعد السي بي سي 800. بشوف اذا موجود او لا. ايوه هذا. شوف راح اللي بسويه، بفتح الثمانية انش في صفحة النوعين، بنفتح السي بي سي والثمانية انش العادي. زين، هذا هو 8 انش. ترى بس الشاشة تطلع. أيوة السيستم اللي شغال عليه تقريبا نفس سيستم الـ4 انش اللي شفناه. بتشوفون هني محرك مثبت جهة واحدة، ما مش بجهتين، ونظامه يشتغل بنفس طريقة الـ4 انش، لكن هذا بتشوفونه 8 انش والفوكل ريشو F10 مش F13. طبعا هذا نفسه موجود في السي بي سي اللي هو هذا، لكن الفرق الوحيد بين هاي الاسطوانة والاسطوانة الثانية ان هذا يتثبت عن طريق جهتين يمين ويسار فيكون اثبت. الثمانية انش الاولاني انا ما استخدمته، انا استخدمت السي بي سي، جدا ثابت، التتبع فيه ممتاز بشكل كبير وممتاز جدا لتصوير الكواكب والقمر. ففرق السعر بينهم تقريبا $800، والمبلغ كبير، يعني $800 مش مبلغ بسيط. فاللي يقدر يدفع على الفرقية هاي السي بي سي خيار افضل. اللي يبغي يحصر المبلغ اللي بيدفعه ويبغي وناوي يستخدم الاسطوانة لاحقا حق اشياء ثانية، ممكن يستخدم النكستار 8 SE. النكستار 8 SE سعره $1200. خلينا نشوف. المفروض الحين الصفحة تتحدث. أيوة سعره $1200. طبعا تقدرون تضيفون عليه اليونيفرسال سمارت فون او ادابترات الكاميرا الدي اس ال ار، والاثنين يشتغلون بنفس الطريقه. انا شخصيا افضل الادابتر حق الكاميرا اذا عندكم كاميرا. سلطان خلني بشوف لك الاعدادات اذا نقدر نعدلك على الصوت او لا.
يعني تعرفون قاعد في المركبة الفضائية، وعلى الغالب التشوش هذا تعرف بين كوكب الأرض والمحطة اللي أنا فيها. فبشكل عام الـ 8SE ممتاز جدا حق الرصد وتصوير الكواكب والقمر. طيب الحين نفترض انك انت ناوي تاخذ التلسكوب هذا بالاضافه الى كاميرا فلكيه مخصصه حق الكواكب. فخلني بحط هذا في الكارت. هذا نحن ما نبغي. هذيل بروحهم ضايفين لي كم من شغلة. فبتشوفون هاي الأشياء هم حاطينها إضافية حق التلسكوب، اللي هي الآي بيس، مون فلتر حق القمر، عندكم البارلو اللي يعطيكم دبل الماجنيفيكيشن، وهذا ستلسترون. الحين هذا نحن ثبتناه. خلينا نشوف الحين الكاميرا. فهاي كلها كاميرات فلكية تستخدم حق تصوير الكواكب. شخصيا السلسترون نكست ايمج 10 جدا ممتازة، لكن اذا تبغي تكون تستخدم شيء احسن تقدر تستخدم الـ ASI 290. طبعا ASI 290 وكيلهم Astronomical Solutions مثل ما ذكرت، فتقدر تتواصل ويا حلمي وهو يوفر لك الكاميرا هاي. الفرق بينهم تقريبا $100، هو غالبا السعر نفسه ما يتغير. يعني هاي $400 اصلا، هاي 390 $370. ف حاليا او بي تي كورب مسوين خصم على النكست ايمج 10 سعرها $270. $100 فرق. انا عن نفسي اذا كنت ناوي ادخل هواية الفلك بميزانية محدودة بروح على النكست ايمج 10. وفكرتها انها تنحط مكان الايت بيس، تشل العدسة، تحط الكاميرا مكانها وتقدر تصور، والبرامج اللي تستخدمها حق تصوير الفلك وتصوير الكواكب كلها برامج مجانية. فخلونا نشوف النكست ايمج 10. شوفون هاي هي الكاميرا، وإذا بتشوفون الصورة الثانية الحين بحطها، هاي طريقة تركيب الكاميرا. فبتشوفون الكاميرا هني توصل كيبلاتها، وهني تحط هاي مكان العدسة في التلسكوب وتنطلق في التصوير. فجميل جدا إن مثلا هاي، خلنا بنحطها بعد في الكارت. اوكي، view cart and check out. فيطلع تقريبا $2700، ضيف عليها $200 او $300 شحن، يعني نحن نتكلم عن حوالي $3000.
طبعا في شغلة بنبهكم عليها، ان هذا يحسب معاك التاكس. اذا انت بتطلبها من امريكا وانت في امريكا بيحسب التاكس، اذا انت برا امريكا المبلغ راح ينزل، ما راح يتم نفس المبلغ، لان راح يخصمون التاكس وما بيشكلونك التاكس، والتاكس تقريبا بين ال 15 الى 25%. فنفترض ان انت الحين طالع لك 2000 نفترض ان 3000 دولار توتال باكج، اللي تسويه تاخذ ال 3000 دولار تقسمها على 1.2 يعطيك 2500 دولار. طبعا بالامكان انك تاخذ مثلا ال 4 انش بدال ال 8 انش، وسعره ارخص بوايد، يعني ال 4 انش شفناه تقريبا ب 1500 دولار اعتقد. فنفترض ان تاخذ 500 دولار ارخص، يعني احنا نتكلم عن 2000 دولار. 2000 دولار يعني 7000 درهم او ريال، شامل الشحن، شامل الاستخدام مع الكاميرا والى اخره. انزين، نفترض ان الحين نحن نبغي نستخدم التلسكوب لتصوير الاجرام السماويه، ومش لا انا كنت حاط 2 زياده ما اعرف ليش. انزين خلينا نرجع نحسبها. انا كنت حاسس ان في شيء غلط، فنفترض ان زدنا هذا. اوكي، حلو. السلسترون 8 انش بالاضافه الى الكاميرا الفلكيه حق الكواكب يطلع 1500 دولار. فنفترض ان 1500 دولار نقسمها على 1.2 عشان نعرف كم بيطلع المبلغ بدون التاكس. 1250 زيد عليها 200 دولار اللي هو الشحن، 1450. فال 1450 تعطيك تقريبا 5000 ريال او 5500 ريال. فب 5500 ريال يكون عندك تلسكوب تقدر ترصد فيه، تشوف القمر والكواكب، تقدر تصور الكواكب والقمر بكاميرا فلكية. فهذا يعني هالخيار يكون ممتاز جدا حق اللي توه بادي بالهواية هاي، ما يدخل بشكل تفصيلي في الأجرام السماوية، ما عنده تلسكوب بس يقدر يشوف من خلاله، لا بتقدر تشوف من خلاله، بتقدر تصور الكواكب من خلاله. وممكن بعد إذا أخذت الأدابتر حق الكاميرا الدي اس ال ار في أجرام سماوية معينة أنت تقدر تصورها، مثل سديم الجبار، مجرة أندروميدا، مجرة البود والسيجار، بالإمكان أنك تصور بهذا التلسكوب، لأن الأجرام هاي تكون واضحة جدا، فأنت ما تحتاج أصلا تصور أكثر من 20 إلى 30 ثانية، وهالشيء أنت تقدر تسويه بالحامل الثابت. فنفترض ان ها يعني انت كشخص حاب تدخل الهواية بمبلغ بسيط، تقدر تبدأ هني، تقدر حتى المبلغ ممكن ينزل بعد، يعني بالامكان انك تاخذ النكستار 4 انش وراح يطلع عليك بشكل ارخص بشكل كبير جدا. خلينا نحط هذا في الكارت، ال4 انش، ونشل الثمانية انش. اذا تستخدم الاربعة انش نكستار وتستخدم الكاميرا الفلكية من سيلسترون يطلع المبلغ 770 مع التاكس. اذا شلنا التاكس يطلع ب 650، زيد عليها 150 حق الشحن، هاي 750 دولار. 750 دولار 2700 ريال، 2700 ريال او 2700 درهم باعتبار ان العملتين تقريبا بنفس السعر. فجميل جدا ان ب 2500 ريال 2700 ريال انت تقدر تبدا هواية الفلك،
وما تكون دفعت مبلغ كبير جدا. السيت اب هذا انا استخدمته من قبل، جدا ممتاز حق اللي بادين في الهوايه، ما يكلفك مبلغ كبير، في نفس الوقت ما يكون تلسكوب يدوي وبسيط جدا انك انت بعد فتره تمل منه وتلجأ الى شراء تلسكوب اكبر. سلطان، اذا تاخذ هالاثنين بالامكان تصوير المشتري، بالامكان تصوير زحل، بالامكان تصوير المريخ وحتى الزهره. يعني عندك هالاربع كواكب انت بامكانك تصورهم بشكل ممتاز جدا. طبعا ما راح يكون بنفس مستوى ال 8 انش وال 12 انش والتلسكوبات الاكبر، لكن كبدايه اذا واحد ناوي يدخل الهوايه هاي وما يدفع مبلغ كبير، ال 4 انش مع النكست ايمج 10 ممتاز جدا وما يطلع عليك اكثر من 3000 ريال. فالخيار هذا، المعدات الاثنين هذيل ممتازين جدا. ومثل ما ذكرت، اذا انت عندك اوريدي كاميرا عادية مثل الدي اس ال ار، تقدر تاخذ الادابتر، الادابتر ما يطلع عليك ب$50، تقدر تشبك الكاميرا بالتلسكوب. والطريقة اللي بتستوي ان التلسكوب بيتحول الى عدسة حق الكاميرا، انت لما تستخدم الكاميرا يكون عندك عدسة معاها، التلسكوب هو اللي بياخذ مكان العدسة ويستوي عدسة، يكون لك عدسة اكبر عن العدسة العادية. فنفترض ان الحين خلصنا هذا والواحد بغى ياخذ خطوة زيادة ويطالع التلسكوبات حق الأجرام السماوية، هني المبلغ راح يكون أكبر، المبلغ ما راح يكون بهذا الرخص. فخلنا ننظف الكارت وندخل على الأجهزة حق التلسكوبات. فنفترض ان حين نفترض انك انت بتروح على الرفلكتر ومش الرفراكتر، باعتبار ان الرفلكتر ارخص عن الرفراكتر. العاكس، التلسكوب العاكس غالبا يكون ارخص من التلفون التلسكوب الكاسر. فبناء على هالشيء انا راح ادخل على موضوع العاكس. فبتشوفون عندكم مثلا تلسكوب اوراين 8 انش F3.9. شفتوا كيف انا كنت اقول لكم حق الكواكب تحتاج الاف ريشو يكون عالي، حق السدم والمجرات انت تحتاج الاف ريشو يكون واطي، وهذا يعتبر جدا واطي، 3.9 واطي جدا. سعره $500. عندكم السليسترون، هذا يجي مع حامل استوائي لكن بدون محرك، ما انصح فيه اذا ناوي تصور، $180. فخلونا نحط برايس لو تو هاي، فبيعطينا من ارخص التلسكوبات الى اغلاها. طبعا بداية الصفحات يعطيك التلسكوبات اللي غالية لكنها مش موجودة، فيطلع لك سولد اوت، فبناء على هذا هو يحسب لك ان المبلغ صفر فما يراويك اياه. بس اتري الشاشة تحدث. اوكي، حلو. فعندك هاي التلسكوبات، اللي بنشوفها الحين بنشوف لنا اسطوانه بدون حامل ثابت. حلو، ناخذ هذا راين اف 4.1 6 انش ب$400.
مثل ما انتم شايفين هذا 6 انش F4.1 ممتاز جدا حق التصوير. شركة أوراين حاطة صورة لمجرة الأندروميدا وكيف تطلع باستخدام التلسكوب هذا. تلسكوب ما استخدمته شخصيا لكن الريفيوز عليه حلو، فالواحد مثلا لما يدخل في الهواية ممكن يدخل على المواقع يشوف الريفيوز. طبعا OPT كورب ما بحاطين ريفيوز، لكن بشكل عام أي موقع تدخله ممكن تحصل ريفيوز على الأجهزة اللي أنت ناوي تاخذها، فهذا يطلع عليك ب $400. خلنا نضيفه هذا. طيب الحين حطينا هالتلسكوب اني على القاعدة الاستوائية بمحرك. في شغلة بس بتأكدها عن حجم او وزن التلسكوب، التلسكوب وزنه تقريبا 7 كيلو. اوكي، فاني على القاعدة الاستوائية، مثل ما ذكرت ان القاعدة الاستوائية اذا انت ناوي تصور الاجرام السماوية تحتاج قاعدة استوائية، القاعدة الثابتة ما بتفيدك بالشكل الكبير. عندك هذه القاعدة الاستوائية بمحرك، يعني انا ما طلعت القاعدة الاستوائية بدون محرك، لا انا حطيت مع المحرك عشان التتبع يكون فيها بشكل افضل. طبعا بتشوفون ان اسعارهم تختلف، كل ما انت شفت قاعدة افضل بتحصلها بسعر اغلى. في وايد اشياء تقدر تاخذها، يعني انت مش محصور بشكل معين. هذيل بتشوفون مثلا هذيل ب 1600 $1,700. نفترض ان احنا قاعدين نركز على ناخذ شيء وسعره يكون مقبول. نقدر نشوف الميد يجيب قاعدة مع تلسكوب. نقدر نشوف الأوراين. خلينا نشوف الأوراين. الأوراين هذا اللي أنا قاعد أشوفه الحين يتحمل 20 باوند اللي هو تقريبا 10 كيلو. فعشان كذا انا قلت لكم في البدايه لازم اطالع الوزن الاسطوانه كم بيكون. انا بس اتريح حدث الصفحه. اوكي، فبتشوفون هذا الأوراين. قاعدة استوائية فيها محرك، وهذا الريموت اللي يجي مع المحرك. فكل اللي انت تحتاجه تسوي الالايمنت وجهه على النجم الشمال، وبعدين تسوي الالايمنت على النجوم باستخدام الريموت، تحدد الجرم اللي تبغى تروح له التلسكوب بروحه يروح له. فهذا بنحطه في الكارت، وبالامكان حتى ان نشوف هذا التلسكوب اللي هو من شركة ميد 6 انش معاه حامل استوائي. بصراحة انا اشوف انه ممكن بعد الواحد يستخدم هذا بدال التلسكوب اللي نحنا شفناه، باعتبار ان هذاك بيطلع علينا بمبلغ اكبر. Hey Ark, yes I am. Unfortunately I'm still new at this so might take some time till I adjust.
And what we're doing now is we're looking at how to have a extremely low budget and purchasing a telescope. زين خلينا نحط هذا بعد. ونروح على التشيك اوت. زين اللي بسويه انه بنشل الاوراين، ما بنخلي اجهزة اوراين، بنخلي فقط الميد، وبناخذ الاكسسوارز اللي هي تي ادابتر. شو عندكم هذا اللي تحتاج الادابترز؟ انت تحتاج شغلتين، التي ادابتر والتي رينك. فبتشوفون يعني اسعارهم جدا بسيطه، سواء انت مثلا تستخدم دي اس ال ار من شركه كانون او من شركه نيكون، بتختار الرينك على حسب الكاميرا اللي عندك. اغلب الناس تستخدم كانون، فانا شخصيا استخدمت نيكون، لكن بنحط ادابتر الكانون مع التي ادابتر. طبعا الحين اذا تروح على التشيك اوت بتشوف ان انت اوريدي حطيت اهم ثلاث اشياء تحتاجها. عندك التلسكوب الاستوائي مع اسطوانه عاكس 6 انش، عندك التي ادابتر، وعندك التي رينج. ويطلع التوتال $870. اذا حسبنا $870 على 100 على 1.2 يعني $725، ضيف عليها تقريبا $200 اللي هي حق الشحن، يطلع عليك المبلغ 3500 ريال او 3500 درهم. هذا انا قاعد افترض ان انت اوريدي عندك كاميرا دي اس ال ار. اذا ما عندك كاميرا دي اس ال ار بتضطر انك تدفع زياده عشان تشتري الكاميرا. فبشكل عام هذا اللي انت تحتاجه عشان تبدأ هوايتك. شخصيا انا استخدمت كاميرا نيكون في البدايات اللي هي كانت نيكون D5600. خلينا نشوف اذا موجودة على امازون. هاي الكاميرا اللي اخذتها سعرها تقريبا $600 او $500. هاي كانت بداياتي مع هاي الكاميرا. فبالامكان ان الواحد ياخذ هاي، او اذا يعني اذا انت اوريدي عندك كاميرا دي اس ال ار امورك تمام، مجرد ما تاخذ الادابترز مع التلسكوب ما يحتاج تدفع مبلغ زياده. لكن بشكل عام اذا تحتاج تشتري كاميرا، بالامكان انك تاخذ الدي اس ال ار تستخدمها سواء حق الاجرام السماويه، وبالامكان انك تستخدمها كاميرا عاديه، يعني اذا تبغى تصور اي تصوير فوتوغرافي عادي بعد بالامكان انك تستخدمها حق الغرض هذا. يعني ممكن الواحد يفكر ان انا باخذ كاميرا الدي اس ال ار في ايام بستخدمها حق الاجرام السماويه، وفي ايام انا بستخدمها اني اصور ذراع مجرتنا اللي هو الملكي واي. نفترض ان
لا انت حاب تدخل الهواية بكاميرا فلكية، خلونا نشل الادابترز من موقع او بي تي كورب. ونحط كاميراز سيموس كاميرا. اختار كولد. مثل ما انتم شايفين الحين بتطلع لكم الكاميرات الفلكية اللي مخصصة حق الأجرام السماوية. السبب وشرحتها أنا في البث القبلي، ممكن تشوفون الشرح هناك. لكن كإنترودكتوري ليفل خلونا نشوف الأسعار من الأرخص إلى الأعلى. طبعا الكاميرات اللي في البداية بتشوفونها هاي ما بتصلح لكم لأنها مسواية حق الكواكب والقمر. لكن ممكن تاخذ هاي على سبيل المثال ZW183 ملونة. الملونة غالبا بتكون ارخص عن الابيض واسود، لان الابيض واسود تحتاج تشتري فلاتر حقها بعد. فنفترض انك تاخذ هاي، او اذا عندهم ال ZW294 اللي هي هاي، الفرق تقريبا $200 انت وامكانياتك. افضل اذا انت عندك التلسكوب سريع والفيلد اوف فيو عالي ما في مشكله انك تاخذ ال 183، اما اذا عندك الفيلد اوف فيو ضيق يفضل انك تاخذ ال 294 لانها تعطيك مساحه اكبر. فنفترض ان احنا بنحط ال 294 وبنشوف كم بيطلع المبلغ. بيطلع $1,800 يعني بدون التاكس بيطلع عليك المبلغ $1,500. هذا كل اللي تحتاجه، $1,500 اذا حسبناه بالدرهم الاماراتي 5,500 درهم او 5,500 ريال، زيد عليها تقريبا 500 درهم، او نفترض 700 درهم شحن، يعني 6,200، يعني بين 6,000 و 6,500 أنت تقدر تبدأ هواية تصوير الأجرام السماوية سواء كانت مجرات أو سدم ب 6,000 ريال. فبشكل عام هاي هي المعدات اللي الواحد يقدر يستخدمها. هذا اللي عندي. إذا أنتوا عندكم استفسارات أو أسئلة حاضرين ما عندي مشكلة إني أجاوب عليها، و تقدرون تكتبون الأسئلة على الشات وبقدر أرد عليكم هناك. نشوف الشات. إذا ناويين تدخلون في الهواية أنصحكم تستخدمون أي من المواقع، لكن بالإمكان التواصل مع Astronomical Solutions في عمان. مثل ما ذكرت حلمي ما بيقصر معاكم، يعني أنا ما لي علاقة في حلمي وما عندي، يعني مو قاعد أسوي له دعاية، لكن مثل ما ذكرت أنه باعتبار أن شركته موجودة في دول الخليج سهل التواصل معاه. الريال من عمان، منا وفينا، ما عنده مشكلة يساعدك، ويعني من الألف إلى الياء. موقعهم بحط لكم إياه على الشات. تتواصلون معاه ما يقصر معاكم. عندهم أجهزة تقريبا حق كل شيء. خلونا نشوف الأجهزة اللي هم حاطينها.
تشوفون ان عندهم قاعدة استوائية، عندهم الادابتر حق التلفون، عندهم كاميرات فلكية حق الكواكب، عندهم تلسكوب شمسي اذا انت ناوي تدخل الهواية عشان تشوف الشمس وتشوف الاشياء اللي في الشمس مثل البقع، الهيدروجين اللي فيها. عندهم تلسكوبات عادية، كاميرات فلكية، كاميرات تتبع. تشوفون ما شاء الله يعني عندهم تقريبا، والحلو انهم الوكيل الحصري لعدة اجهزة يعني مو بجهاز واحد، فممكن حلمي يفيدكم بشكل كبير اذا انتم بعدكم في البدايات وحابين تسألون وحابين تتعلمون زيادة. فحلمي ما يقصر وياكم، عندهم ال ايوبترون بولار سكوب عشان يساعدك التوجه على نجم الشمال، كمية الاي بيسز اللي عندهم كبيرة جدا. فهذا بشكل عام شرحنا حق اليوم. اعتقد اني ما عندي شيء اضيفه، بس اذا انتم عندكم اسئله حاضرين تسألوا، وفالكم طيب. حيا الله الشامي، حيا الله أحمد الشامي. طبعا نقطة مهمة، إذا بالوضع الحالي مع كورونا وهالمشاكل، إذا ناويين تاخذون أشياء أونلاين يفضل إنكم تتواصلون مع الشركة قبل وتسألونهم كيف راح يكون الشحن. إذا راح يستخدمون شركات الشحن المحلية ما انصحكم فيها، لان ممكن تاخذ شهر او شهرين لما توصلكم الاجهزه. اذا كانوا بيستخدمون شركات خاصه مثل الدي اتش ال واليو بي اس، ما راح يكون في تاخير وممكن يوصلك الطلب خلال 3 او 4 ايام. مثل ما ذكرت، اذا عندكم سؤال حياكم الله، اللي موجودين اسألوا وإن شاء الله نقدر نجاوبكم. بالضبط أحمد، يعني كلنا موجودين، يعني أنا موجود على ديسكورد، على تويتر، على انستغرام، فيسبوك. فاللي عنده استفسار مثلا، نحن ما عندنا مشكلة يتواصلون معانا على أي وحدة من القنوات هاي. هذا شيء بديهي بالنسبة حقي أنا، عشان شي ما ذكرته أنه يعني مواقع التواصل الاجتماعي موجودة حق اللي عنده استفسار ويبغى يسأل، واللي حاب انه يدخل في الهواية ويبغى المساعدة نحن حاضرين، سواء في الإمارات، سواء في السعودية، في الكويت، في عمان. الشباب موجودين، يعني إذا مش أنا فيه غيري بعد موجودين في السعودية ما شاء الله، يعني كمية اللي عندهم الهواية هاي كبير، يعني نسبتهم كبيرة بشكل كبير. عمان في العديد من الأعضاء بعد ما شاء الله عليهم متخصصين في هاي الشغلة، الكويت نفس الشيء. الهواية هاي أغلب اللي في الهواية هاي ما عندهم مشكلة يشاركون معلومات ويساعدون اللي توهم داخلين ويوجهونهم بالشكل الصح. بس يعني اليوم فكرنا إن نسوي القناة هاي مجرد فكرة بسيطة عن الواحد كيف يقدر يختار الأجهزة الفلكية. يعني ما أتوقع إنه يعني حق الرصد قدرنا إن ناخذ معدات بأرخص من 3000 ريال. الرصد والتصوير الكواكب والقمر قدرنا نسوي أو نختار معدات ما توصل 3500 4000 ريال.
التصوير الفلكي اللي غالبا الناس تقول عنه غالي، لكن اذا انت حاب تدخل بشكل بدائي قدرنا نحصل اشياء ما توصل سعرها، ما تتخطى سعرها 6000 7000 ريال. يعني هاي بداية حلوة حق الواحد اللي يبغى يدخل. طبعا 100% بعد ما الواحد يدخل فيها ويتطور فيها ويتعلم اشياء اكثر راح يضطر انه يسوي ابجريد على المعدات اللي عنده، لكن حق اللي توه بادي وما يبغى يصرف مبلغ كبير 3000 4000 ريال كفاية وممتازة جدا عشان يكون عندك معدات احترافية. فبناء عليه ان شاء الله يكون الشرح واضح. اذا عندكم اي استفسار حاضرين تواصلوا معنا، طبعا على الشات بتحصلون الديسكورد والانستغرام والفيسبوك والى اخره، تقدرون تتواصلون معنا وتسألون اي سؤال عندكم اياه. حاليا انا وقتي انتهى، مثل ما انتم شايفين ورانا مهمة نطلع نشوف الفضاء في المحطة الفضائية اللي انا فيها، قاعدين يعبون فيها الحين بترول، وإن شاء الله خلال شوي راح ننطلق. لكن مثل ما ذكرت حاضرين وحياكم الله، وإن شاء الله نشوفكم في بث قادم بشرح أو تصوير في خلال أسبوع أو أسبوعين القادمين.